بخير وعلى خير، معكم غيتا من قناة غيتا ايدياز. مرحبا بكم في وصفة جديدة من سلسلة العروس. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن ماسك للوجه وكذلك للجسم بالغسول المغربي وبالعسل. اللي خاصكم تعرفوا ان الغسول المغربي هو من بين اهم مستحضرات التجميل اللي ضروري ما كتكون حاضرة في الحمام المغربي. هو كيتعتبر طين معدني طبيعي كتستخرج من جبال الاطلس المغربية. الدور ديالو انه كيعمل على تنظيف وترطيب البشره بعمق وكذلك كيغذي جذور الشعر، وهذا كيرجع انه كيحتوي على عده عناصر كالسيليكا، الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، الزنك وزيد وزيد. دابا ان شاء الله دوزوا معايا باش نشوفوا طريقه تحضير الماسك ديالنا. في هذا الاناء المعقم كالعاده غادي نحضر معكم التور الزيتي. هنا عندي 6 غرام من لانيت ستاش اولا شمع البلسم. غادي نضيف عليه 6 غرام من الاميرجين بي 2. غادي نضيف عليهم 8 غرام من زيت الورد. غادي نضيف عليهم كذلك 8 غرام من زيت الأرغان. وغادي نعمل الخليط ديالي في حمام مريم حتى يذوب لنا الشموع ونرجع لكم. دابا ان شاء الله غادي نمروا باش نحضروا الطور المائي. في اناء ثاني كذلك معقم عندي هنا 100 غرام من الماء المقطر المعقم. غادي نضيف عليه 50 غرام من مقطر الورد. تقدروا تستعملوا اي مقطر من الاختيار ديالكم، اولا تقدروا تستعملوا الكميه كلها ماء مقطر، يعني 150 غرام كامله ديروها ماء مقطر. غادي نضيف عليهم 8 غرام من العسل الطبيعي. غادي نحرك الخليط ديالي باش كيتمزج لينا العسل مع الماء المقطر. وغادي نعمل كذلك الاناء ديالي في حمام مريم. في اناء ثالث كيف ما كتشوفوا عندي هنا 2 غرام من الجليسيرين النباتي. غادي نضيف عليهم 1 غرام من صمغ الزنطان. ديما كندوبوا صمغ الزنطان في الجليسيرين باش كندوبوه بسرعه. صمغ الزنطان او الكزانتان جام هو اللي كيتخلى لنا الخليط، يعني كيعطينا واحد القوام اللي ثقيل اللي عاقد. دابا ان شاء الله ملي وجدوا لنا الطورين اللي هما الطور الزيتي وكذلك الطور المائي، يعني دابوا لنا الشموع في الطور الزيتي وكذلك الحراره ديال الطور المائي ترفعت لينا. دابا ان شاء الله غادي نضيف الجليسيرين وكذلك زانتان جام او صمغ الزنطان على الخليط ديالنا ديال الطور المائي، يعني الماء المقطر والعسل. في هذه المرحله ضروري ما نستعن بالطراب الكهربائي او الميكسور باش كنضرب الخليط ديال الماء المقطر اللي عطفنا ليه صمغ الزنطان والجليسيرين. وبالتالي كيف ما كتلاحظوا القوام ديال الطور المائي ديالنا كيتحول من قوام سائل الى قوام تخين، وهذا كيرجع لصمغ الزنطان اللي استعملنا. اما دابا ان شاء الله من بعد ما داب لينا الطور الزيتي كيف ما كتلاحظوا غادي نضيف الطور الزيتي على الطور المائي، وغادي نعاود نرجع نضرب الخليط ديالي بالميكسور باش كيتحول القوام ديالو القوام كريمي. في هذه المرحله ان شاء الله غادي نبدا في اضافه 60 غرام من بودره الغسول المغربي كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. بالنسبه للغسول المغربي اللي استعملت انا توصلت به من شركه شيمكو سود اولا صوفاديك، الجودة ديالو رائعة، وكذلك اللي زاد عجبني فيه أنه مطحون مزيان، يعني كيف ما كتشوفوا على شكل بودرة. وتقدروا كذلك تحضروه في البيت ديالكم، تاخدوا الغسول المغربي وتطحنوه مزيان حتى يرجع دقيق الغسول المغربي، يعني يرجع مطحون مزيان عاد تقدروا تستعملوه. أنا كيف ما قلت لكم في السابق غادي نستعمل 60 غرام، ولكن ما غادي نضيفهاش دفعة واحدة، يعني غنضيف بشوية بشوية وأنا كنضرب بالميكسور. كنبقى على هاد الطريقه حتى كنوصل للقوام ديال الماسك اللي انا بغيت. وديما هاد الطريقه كنستعملوها في لي ماسك اللي كيكون فيه بودرات، يعني ما كنضيفوش البودره دفعه واحده، ديما كنضيفو بشويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام اللي حنا بغينا. هنا كيف ما كتلاحظوا انا كملت الكميه ديال الغسول المغربي اللي عندي، وغادي نرجع نضرب الخليط ديالي بالميكسور. هنا كيف ما كتشوفوا توقفت على الخلط بعد ما حصلت على واحد الكريمه اللي كتجي ثقيله، كريمه خاصه بالماسكات، ما يمكنش انها تجي خفيفه، ضروري ما تكون ثقيله. في هذه المرحله غادي نقوم باضافه خليط كيجمع ما بين 1 غرام فيتامين او و 1 غرام من الماده الحافظه، انا استعملت فينوكسي ايثانول.
كذلك غادي نقوم باضافه 2 غرام من زيت العطري. انا استعملت زيت العطري ديال العسل، وكذلك ديال الزهر او الفلور دورونجي. تقدروا تعوضوه باي زيت عطري من الاختيار ديالكم، اولا تقدروا تعوضوه ببضع قطرات من الزيوت الاساسيه من الاختيار ديالكم. غادي نرجع نضرب الخليط ديالي بالميكسور للمره الاخيره باش كنجانس جميع المكونات اللي عضفنا في الاخير مع التركيبه ديالنا، وكتبقى هذه هي لا تيكسيور ولا القوام ديال الماسك ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي كريميه، وبالتالي كنكونوا حصلنا على ماسك الغسول المغربي والعسل اللي بدور ديالو كامل على الترطيب وتنظيف وتطهير البشره. دابا ان شاء الله ما بقى لي الا نعبئ المنتوج ديالي في عبوات اللي كيكونوا معقمين من قبل. انا ان شاء الله غادي نستعمل هذه العبوه اللي غسلتها وعقمتها. وهذا كيبقى هو الشكل النهائي ديال الماسك ديالنا، ماسك الغسول المغربي والعسل. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى كذلك انكم تجربوه ويعجبكم. بالنسبه لطريقه الاستعمال، ديما كنستعملوه على بشره اللي كتكون نظيفه، لا بالنسبه لبشره الوجه لا بالنسبه لبشره الجسم. بالنسبه للبشره ديال الوجه كنستعملوا واحد الطبقه رفيعه على الوجه ديالنا، بعد ما كنطفوه كنتركوه لمده 15 دقيقه وكنغسلوه. اما بالنسبه للاستعمال على الجسم ديالنا فكنستعملوه في الحمام المغربي، من بعد ما كنستحمو وكنساليو، يعني كنوصلوا لنهايه الاستحمام، كنستعملوه كماسك على الجسم ديالنا، كنتركوه واحد 5 ديال الدقائق وكنغسلوه. وصلنا لنهاية الوصفة ديال اليوم، كنتمنى هاد التركيبة تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها، كنتمنى كذلك انكم تجربوها وتعجبكم. التركيبة ديال اليوم تقدروا تستعملوها للاستعمال الشخصي او كمنتوج تجاري. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، شكرا للتعليق ديالكم الغزالة، الله يكبر بكم ويخليني عند حسن ظنكم ان شاء الله. وكيف ما ديما الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، تخليو ليا لايك وتعليق وتشتركوا في القناة اللي مازال ما شاركش. نخليكم مع مكونات الوصفة وكنضرب لكم إن شاء الله موعد في وصفة قادمة من وصفات الاعتناء بالجمال. شكرا لكم.